الخير. في نشرتنا، هوكشتاين يجول في بيروت لتغليب الدبلوماسية مصرحا من عين التينة التصعيد لن يساعد لبنان. جنوبا، محاولات تسلل منتصف الليل والمقاومة تتصدى. كتلة الاعتدال الوطني تزور الوفاء للمقاومة، والمجلس الدستوري أوقف مفعول 9 مواد من قانون الموازنة إلى حين البدء بالطعن. النائب سجيع عطية لوزير الداخلية لإعادة موظفين النافعة وفتح الدوائر العقارية وتمديد العمل بإخراج القيد سنة. وفي النشر أيضا، وزير البيئة يعلن فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانا الأحد في 10 آذار. اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الناس في غزة جائعون والمساعدات أقل بكثير من المطلوب. محكمة مصرية تحكم بالإعدام على 8 من قيادي تنظيم الإخوان المسلمين في قضية حوادث المنصة. بداية النشرة من جولة هوكشتاين. في توقيت اشتعال الميدان جنوبا وتصاعد العدوان الإسرائيلي، حط في بيروت الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين في محاولة لتغليب المسار الدبلوماسي. محطته في عين التين استمرت 1.5 ساعة، حيث التقاه والوفد المرافق الرئيس نبيه بري في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. وبعد اللقاء قال الدبلوماسي الأمريكي: أنا هنا من أجل الحث للوصول إلى حل دبلوماسي ينهي العمليات الحربية على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأضاف: الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالعمل من أجل الوصول إلى حل طويل الأمد من خلال مسار سياسي، وهذا ما يمكن أن يسمح للنازحين اللبنانيين بالعودة إلى منازلهم والأمر نفسه على الجانب الآخر من الحدود. وتابع هوكشتاين: التصعيد لا ينفع ولا يساعد في عودة النازحين إلى منازلهم، وحتما التصعيد لا يساعد لبنان في إعادة البناء والتقدم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه. كما أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار هو غير كاف، كذلك الحرب المحدودة لا يمكن احتواؤها، وأن الوضع الأمني على طول الخط الأزرق يجب أن يضمن أمن كل طرف. وأكد هوكشتاين أيضا إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ليس جهدا منفردا، بل تعمل مع شركائها في العالم لخلق فرصة تعزز الاستقرار للبنان وشعبه ومؤسساته واقتصاده. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى هوكشتاين بحضور سفيرة الأمريكية ومستشار الرئيس زياد ميقاتي. وقد أطلع هوكشتاين الرئيس ميقاتي على الجهود التي يبذلها للتوصل إلى وقف الأعمال العسكرية. وكانت لهوكشتاين والوفد المرافق محطة في كليمانسو، حيث التقاها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط. كما شارك في اللقاء النائبان مروان حمادي ووائل أبو فعور. وفي صالون مطار رفيق الحرير الدولي اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالموفد الأمريكي بناء على موعد حددته السفارة مسبقا، وتم البحث في إمكانية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا والدور المساعد الذي من الممكن أن يلعبه المبعوث الأمريكي في هذا الإطار. وفي اليرزي التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون هوكشتاين بحضور السفيرة الأمريكية، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية. هوكشتاين التقى كذلك وفدا من نواب المعارضة في مجلس النواب، ضم النواب جورج عدوان، جورج عقيس، سامي جميل، ياس حنكش وميشيل معوض. النائب سامي الجميل بعد لقاء هوكشتاين وفدا من نواب المعارضة عقد مؤتمرا صحفيا وقال: الأولوية هي سيادة الدولة، والشعب اللبناني لا يستطيع أن يعيش رهينة، وقرارنا يجب أن يكون في يد مؤسسات الدولة الشرعية. في ميدان الجنوب الحدودي، محاولات تسلل للقوات الإسرائيلية المعادية باتجاه الأراضي اللبنانية والمقاومة تتصدى وتحبطهما فجر اليوم، واستشهاد مواطنين جراء غارة إسرائيلية في الجنوب، وقتيل إسرائيلي و7 جرحى جراء إطلاق صاروخ باتجاه مجمع زراعي. مساء أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة علم الشعب وتحديدا على منطقة رأس المصري، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وتحطم زجاج النوافذ والواجهات.
لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والمواجهات المستمرة في جنوب لبنان بين قوات العدو والمقاومة، فشلت محاولة قوى إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة رامية، فتصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ليل الأحد الاثنين بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوى المتسللة، واستهدفوها بعدد من قذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة. ثم حاولت قوة إسرائيلية معادية مرة جديدة بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش، قامت المقاومة الإسلامية ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة. وكان قد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مركبة الجنوبية، وتوجهت فرق الإسعاف فورا إلى المكان المستهدف في البلدة، وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة من مستعمرة المطلي باتجاه بلدة كفركلة، كما نفذ غارة بالصواريخ استهدف فيها المنطقة الواقعة بين بلدتي علم الشعب والناقورة، في حين استهدف العدو بغارة حربية بلدة عديسي، وأفيد عن تسجيل إصابات بقصف جراء استهداف مبنى في البلدة. وأفادت المعلومات عن استشهاد أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسي في جنوب لبنان. بالتزامن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قتيل وسبعة جرحى، حالة اثنين منهم خطيرة إثر سقوط قذائف صاروخية على مرجليوت انطلاقة من لبنان. ومساء دوت صافرات الإنذار في خمس مناطق بالجليل الأعلى، وكان قد أغار طيران الحرب الإسرائيلية على بلدة عيد الشعب وتلت وردي. إلى ذلك قوات العدو أطلقت النار على مسافة قريبة من مزارعين في محيط الوزاني، وقصفت أطراف النقورة وظهيرة ومروحين. بالتزامن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الخريبي ورشاي الفخار، خراج الهباري وأطراف حلتا، كفر حمام، كفر شوبة، قضاء حصبية، وغارة معادية على أطراف علم الشعب، تزامنا مع قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية لمنطقة بئر المصلبيات، وقصف فوسفوري ودخاني طال الجهة الشرقية لبلدتي حولة ومركبة. يدعوت أحرونوت كانت قد ذكرت بأن تحذيرات من تسلل طائرات معادية لكريات شمونة والجليل الأعلى في الشمال. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف ثكنة زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية، كما استهدف موقع الرمتة في تلال كفر شوبة بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابة مباشرة. كذلك استهدف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة المحتلة، وكانت المسيرات الإسرائيلية لم تفارق سماء الجنوب منذ صباح الأمس وحتى الآن على علو منخفض، ترافق مع قصف إسرائيلي عنيف منذ ليل الأمس على بلدة عيد الشعب. وكان قد حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في البقاع وصولا إلى بعلبك. وإلى غزة، التصعيد الإسرائيلي مستمر والاجتماعات متواصلة في القاهرة لوقف إطلاق النار. في اليوم 150 للحرب على غزة، كثف طيران الاحتلال غاراته على رفح مخلفا شهداء وجرحى. وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد 30,534 شخصا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول، فيما نقلت صحيفة هأرس عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن مشاهد القتل ستتكرر على غرار مجزرة الطحين إذا لم تتغير طريقة إدخال المساعدات إلى غزة. أعلنت كتيبة دوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في المدينة ويستهدفونها بالرصاص والعبوات المتفجرة. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أكد ضرورة تجنب أي تفاقم للحرب الدائرة بقطاع غزة، محذرا من أن أي تفجر للأوضاع قد تكون له تداعيات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارج المنطقة. تزامنا صعدت إسرائيل حملتها باقتحام مناطق عدة في الضفة الغربية بينها طول كرم وجنين ورام الله والبيري وقلقيلية. بالتزامن نقلت صحيفة معاريف عن الوزير في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر قوله إن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وينتمي ساعر إلى حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير في مجلس الحرب بني جانتس. سياسيا ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الاجتماعات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة استؤنفت اليوم في القاهرة بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وحركة المقاومة الإسلامية حماس
حماس بتحقيق تقدم ملحوظ فيما لم ترسل إسرائيل وفدا من قبلها. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في حركة حماس قوله إن التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة قد يكون ممكنا في الأسبوع الأول من شهر رمضان. بدورها هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر رسمي قالت متفائلون حيال التوصل إلى اتفاق هدنة بحلول شهر رمضان. العاهل الأردني حذر بدوره من خطورة استمرار الحرب على غزة والتصعيد بالضفة الغربية والقدس. وفي إطار جولتها على الكتل البرلمانية، التقت كتلة الاعتدال الوطني كتلة الوفاء للمقاومة في مقر كتلة الوفاء، وجرى التداول في آخر المعطيات في الملف الرئاسي. مفتي الجمهورية التقى الرئيس حسان دياب، وتشديد على وجوب الفصل بين أزمة الشرق الأوسط والأزمة اللبنانية. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى الرئيس حسان دياب في دار الفتوى، حيث جرى البحث في الشؤون اللبنانية خصوصا انتخاب رئيس الجمهورية، وتم التأكيد على أهمية اتفاق اللبنانيين ودعم الجهود والمساعي المخلصة داخليا وخارجيا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مع الأطراف المعنية للنهوض بلبنان والفصل بين أزمة الشرق الأوسط عن الأزمة اللبنانية، وألا يكون هناك رابط بينهما، وأن تثمر الجهود والمساعي لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان ومنع توسيع العدوان الإسرائيلي على الجنوب وإلزام العدو تنفيذ القرار 1701، كما جرى تداول في العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وجنوب لبنان. المفتي دريان التقى الوزير السابق إبراهيم الداهر وبحث معه في الشؤون العامة، كما استقبل رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال حديد على رأس وفد. وبعد اللقاء قال حديد: نحن مع دار الفتوى على هذا الطريق وعلى هذا الخط. أكدنا على الثوابت والمنطلقات التي سار عليها الاتحاد والمؤتمر طيلة 60 عاماً بقيادة الأخ كمال شتيلة من منطلقات الإيمان والوطنية والعروبة، والتي نعتبرها بحد ذاتها نفس منطلقات دار الفتوى في لبنان، والتي تتمسك بعروبة لبنان ووحدته. ونحن مع دار الفتوى على هذا الطريق وعلى هذا الخط. وأكدنا لسماحة المفتي على أهمية مبادرات دار الفتوى بالنسبة لكل الأزمات التي يعاني منها لبنان. وتعليقا على محاولة العدو التسلل ليلا، لفتت حركة أمل في بيان صادر عنها إلى أن العصابات الحاكمة في الكيان الصهيوني تدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد عبر محاولة الاستطلاع بالنار باختراق الحدود تسللا تحت جنح الظلام لفرض مناخات ضاغطة على زيارة الموفد الأمريكي إلى بيروت لتحصيل ما عجزت عنه في الميدان. حركة أمل أكدت أن أي محاولة للاعتداء على الأراضي اللبنانية ستواجه من قبل جميع المقاومين بذات العزم والإصرار الذي واجه به الاحتلال في الأعوام الماضية. وأشارت إلى أن الموقف اللبناني واضح في إجبار العدو على الانسحاب من كل أراضينا المحتلة دون قيد أو شرط، وإلزامه بالتنفيذ الفعلي والجدي للقرار 1701. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أكد أن المقاومة مستمرة بعملياتها وترد على الاعتداءات بما هو أشد، وأن كل من ينتصر لغزة إنما ينتصر للكرامة الإنسانية. والذي يجبر العدو على دفع الثمن ليس بيانات الاستنكار والقلق من مجلس الأمن أو من الأنظمة والحكام. الضغط الميداني لجبهات المقاومة من لبنان إلى العراق واليمن هو وحده الرد الذي يجبر العدو ويفرض على العدو أن يوقف العدوان. ونحن في لبنان مستمرون في الميدان بعملياتنا بالصواريخ والمسيرات و دمائنا نصرة لغزة وحماية لأهلنا ووطننا، ونرد على كل الاعتداءات بما هو أشد نوعا وكما. والمقاومة استعدت لكل احتمالات التصعيد لتصنع نصرا هو أعظم من نصر تموز 2006،
والمقاومة استعدت لرفع آثار العدوان لإعادة الإعمار حتى تعود البيوت المدمرة أجمل مما كانت. محطة إعلانية نتابع بعدها. أهلا بكم. عقد المجلس الدستوري جلسة للبحث في الطعن المقدم بمشروع الموازنة، وقرر وقف مفعول المواد 10، 39، 40، 56، 69، 83، 86، و91 من قانون الموازنة العامة إلى حين البدء بالمراجعة. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى وزير العدل القاضي أنري الخوري، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والقضائية. مؤتمر في البلمند عن الإعلام المعاصر، ووزير الإعلام زياد مكاري دعا لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على القيم. أكد وزير الإعلام زياد المكاري أهمية مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي مع وجوب المحافظة على القيم المهنية والأخلاقية واحترام الإنسان وخصوصيته، ولفت في خلال رعايته مؤتمر الإعلام المعاصر متطلبات وتحديات وآفاق مستقبلية في جامعة البلمند، إلى أنه وضع نصب عينيه منذ توليه مهام وزارة الإعلام رقمنة الأرشيف الرسمي. كما نعمل حاليا على ملف إدخال الأرشيف كاملا وبشكل خاص أرشيف تلفزيون لبنان إلى ذاكرة العالم بالتعاون مع اليونسكو، كما أن مكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية هو هوسنا الحالي. فالوزارة تطالب باستمرار ضمن برامج التوعية التأكد من الخبر واحترام الخصوصية، واليوم أضيف موضوع الذكاء الاصطناعي هذه الثورة الناشئة وموضوع الجلسة الأولى على لائحة مشاريعنا لتكون مشاريعا تواكب التكنولوجيا من دون فقدان القيم والإنسانية. ولكن للأسف على عكس عصر السرعة والتطور فمشاريعنا تسير ببطء بسبب عدم انتظام المؤسسات، فعجلة التشريع متوقفة منذ فراغ سدة الرئاسة، ومعها مشروع قانون الإعلام الذي قدمته الوزارة، فمع كل يوم تأخير يتقدم العالم أشواط في مجال الإعلام، ونحن لا نزال نطبق قانون صدر عام 1962. وكانت كلمة لمديرة منصة الإعلام المباشر وشركة ميديا بيرو هنيدة المصري، شددت فيها على أن أهمية المؤتمر تكمن بمخرجاته التي ستفتح أفاقاً لدى الإعلاميين والباحثين في الإعلام والصحافة والرقمنة. وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو هبة نشابة إلى أن تحديات العصر لا تقتصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام فقط، بل سيجتاح البشرية في شتى المجالات. وشدد مدير جامعة البلمند الياس وراق على وجوب أن يواكب الإعلام المعاصر التطور الرقمي من دون أن يفقد رسالته ودوره في إظهار الحقيقة وإحقاق الحق. وشارك في المؤتمر نخبة من الإعلاميين والصحفيين والخبراء في مجال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تناولت محاور عدة حول تحديات العصر التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، وكيفية مواكبة الإعلام المعاصر لهذا التقدم. أعطى المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته إلى مديرية العلاقات العامة وفريق المكنن التقني في الصندوق لتفعيل خدمة البحث عن دواء على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق www.cnss.gov.lb التي تسمح للمضمون بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بدوائه. وفي مجلس النواب النائب سجي عطية توجه إلى وزير الداخلية بوجوب عودة موظفي النفعة، والنائبة نجت صليبة أثارت موضوع القمح المسرطن وسلسلة اجتماعات للجان النيابية. توجه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجي عطية إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بوجوب عودة موظفي النافعة إلى عملهم وتمديد العمل بإخراج القيد سنة وفتح الدوائر العقارية. اليوم النافع عم تشتغل بحوالي 10%
من الطاقة تبعها. هاليوم عم ندخل نحن لنقول نعمل 500 معاملة، في حين قبل ما يتوقفوا الموظفين كنا نعمل 5000 معاملة، عم تشتغل ب10% من إمكانياتها. يعني نحن كل يوم ندخل $1,000,000، اليوم عم ندخل نحن $100,000. موضوع إخراجات الأيد لازم يتمدد على مدة سنة العمل بإخراجات الأيد، مش مقبول يضلوا 3 شهور لأنه كلفتهم صارت عالية. ونحن كمجلس نيابي، عم أحكي باسمي كلجنة الأشغال، عم نحكي باسم تكتل الاعتدال، باسم اللقاء النيابي المستقل، بما نمثل بخبرتنا المتواضعة، لازم العقارية اليوم تفتح. حياتيا أيضا دعت النائبة نجاة صليبة إلى متابعة موضوع القمح والأرز المسرطن، فيما صدر عنها وعن نائب ملحم خلف بيان مشترك حول الانتخابات الرئاسية، وأكد أن الاستمرار في الامتناع عن الحضور هو تعطيل للدستور وانتهاك له وانقلاب على أحكامه. وصلنا مع وزير الزراعة ورح نتواصل مع وزير الزراعة مرة تانية لأنه بعد ما رد علينا، بس وزير الاقتصاد وعد كمان بهيدي القضية انه يتابع لحتى يشوف لحتى هول المجرمين اللي بيعوا رز ما لازم يبيعوه بالسوق انه يتحاسبوا. هلأ تحركت الامن الدولي وجربوا انه يستجبوا اصحاب الشركة واصحاب الجمارك بمرفق بيروت، بس ما حدا توقف وهيدا شيء كتير خطير. وناقشت لجنة الصحة اقتراحات قوانين تتعلق بالقطاع وحماية المواطن، وأكد رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله أنه تم إنجاز اقتراح قانون يتعلق بمحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي، لافتا إلى أنه جرى نقاش مستفيض حول ضرورة حماية المواطن من كل أنواع الأرباح غير المشروعة، وهذا الموضوع مرتبط بحماية أفرقاء النظام الصحي. وفي مجلس النواب عقدت لجنة الدفاع والداخلية برئاسة النائب جهاد الصمد جلسة بحثت في موضوع تطويع خفراء متمرنين في الجمارك، وقررت تأجيل البت في اقتراحين، وتقدم النائب الياس جرادي باقتراحي قانونين إلى المجلس النيابي، يتعلق الأول بإعفاء الجنوبيين من الضرائب والثاني بالطابع المالي للجيش اللبناني. وبمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية في 10 آذار الحالي، أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن المحميات الطبيعية في لبنان ستفتح أبوابها مجانا يوم الأحد في 10 آذار لمحبي الطبيعة وطلاب المدارس والأندية والجمعيات وكل المواطنين الراغبين بقضاء يوم جميل والتعرف على محميات لبنان. هاي السنة مثل كل سنة رح نحتفل ب10 آذار باليوم الوطني للمحميات، وكمان هالسنة رح يكون في عدة أنشطة بالمحميات 18 المنتشرة بالمناطق الجبلية ولكن أيضا بالمناطق البحرية. المحميات رح تكون مفتوحة لنفرج تنوع الإيكولوجي والبيولوجي المهم جدا، ولكن أيضا الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتوعية اللي عم بتقوم فيها هذه المحميات بكل مناطقها. ب10 آذار رح تكون كل المحميات مفتوحة للبنانيين واللبنانيات. هذا العام كمان مركزين على أمر جديد، أمر جداً مهم، هو بيوصل وبيربط المحميات ببعض البعض. رح يكون في ممر إيكولوجي حيوي بيربط الشمال بالجنوب، محمية إهدن وصولاً إلى أرز الشوف، مروراً بتنورين بأرجاج بكل المناطق الطبيعية، لكن أيضاً رح نطور أكثر وأكثر الممر الحيوي الإيكولوجي اللي أطلقناه بيوصل بين جبل الشيخ وبين جبل الشوف مروراً برشاية والبقاع الغربي، ليكون نموذج من الممرات الإيكولوجية الحيوية اللي لازم تكون بلبنان. في مسارات أيضاً جديدة رح نضوي عليها ونمشي فيها، مسار جيولوجي بأرز جاج، في مسار جيولوجي أيضاً بعكار بمنطقة مشمش، وكثير من المسارات اللي رح نمشيها نحن وياكم خلال هذا العام والأشهر. وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي زار برفقة سفيرة إيطاليا ومدير برنامج الغذاء العالمي وممثل اليونيسف وممثلي عدد من الجهات المانحة، زار متوسطة علي الرسمية المختلطة للاحتفال بمساهمة التعاون الإيطالي في دعم برنامج التغذية المدرسية والمطبخ المدرسي الذي أصبح يغطي نحو 100,000 متعلم في مدارس رسمية منتشرة في كل المناطق. نحن وبالممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
وبحضور فريق عمل وزارة التربية والتعليم العالي والمنطقة التربوية ومديرة المدرسة وفريق عمل هذه المتوسطة، وأيضا جاء من روما ممثلون عن أيضا برنامج الغذاء العالمي. جئنا لنرى برنامج التغذية على الأرض، كيفية إعداد الساندويشات، منين بيجيبوا الغراض ليعملوا ساندويشات، كم ساندويش بينعمل ومين بيعمل. اللي بيعمل هالشيء هن أمهات التلاميذ، لهيك بمحبة وبحرص شديد يقومنا بإعداد وتحضير الساندويشات لأولادهم. فأبدينا ارتياحنا وعلى أمل أن تعمم هذه الظاهرة لكل تلاميذ المدارس الرسمية في لبنان، مع العلم أن برنامج الغذاء العالمي اللي كان مبلش ب 24 ألف وجبة توزع يوميا صار عم بيوزع 106 ألف وجبة يوميا في جميع المناطق اللبنانية. أعلنت الحكومة الإيرانية أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة بلغت 41% من الناخبين مقارنة مع 42.57% في الانتخابات التشريعية عام 2020، وبذلك تكون نسبة المشاركة هي الأدنى في الانتخابات التشريعية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79 على خلفية دعوات للامتناع عن التصويت. حققت نيكي هيلي في العاصمة واشنطن فوزا معنويا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري وحصلت على 63% من الأصوات، وهيلي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري. وفي أول رد فعل على فوزها وصف ترامب منطقة العاصمة الكبرى بالمستنقع واعدا بتحقيق انتصارات كبيرة غدا في الثلاثاء الكبير. في مصر حكمت محكمة جنايات أمن الدولة بالإعدام شنقا على 8 قياديين من تنظيم الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة، وشملت أحكام الإعدام كلا من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقائم بأعمال المرشد محمود عزت والقياديين محمد البلتاجي، عمرو زكي، أسامة ياسين، صفوة حجازي، عاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. ووجهت اتهامات لهم بأنهم تولوا القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتغيير نظام الحكم بالقوة، وأنها استخدمت الإرهاب لتحقيق أغراضها. استدعت السلطات الروسية السفير الألماني في موسكو إلى وزارة الخارجية على خلفية محادثة مسربة بين ضباط ألمان ناقشوا احتمال توجيه ضربات في شبه جزيرة القرم، بحيث اعتبرت موسكو أن التسجيل يثبت مشاركة الدول الغربية في الحرب في أوكرانيا. وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية صنع وعن تأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كريتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعود إلى بلاده من الجزائر بستة بروتوكولات تعاون وبدعم من الرئيس للموقف المساند للقضية الفلسطينية. بعد المشاركة في الاجتماع السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز في العاصمة الجزائرية، عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قمة ثنائية بالتوازي مع توقيع 6 اتفاقات جزائرية إيرانية للتعاون في كل المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية منها. في مؤتمر صحفي مشترك، الرئيس الإيراني وصف الجزائر بدولة رائدة في مكافحة الهيمنة والاستعمار، كما في إطار تعزيز السلام والأمن في المنطقة ونصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. تبون ورئيسي توافقا في وجهة النظر حيال القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية. أن أثمن مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم
مساعدته للفلسطينيين ورفضه لممارسات الكيان الصهيوني للإبادة الجماعية المستمرة في غزة في ظل صمت وتواطؤ مخزن من طرف بعض الدول. ولقد اتفقنا في هذا الخصوص على تكثيف التنسيق والتشاور حيال تطورات القضية الفلسطينية. وأود بالمناسبة أن أحيي الموقف الإيراني الداعم لعضوية بلادي في مجلس الأمن الدولي. المفاوضات التي جرت في الاجتماعات الثنائية بعد هذه القمة تتمتع بأهمية بالغة، لأن المواقف لدينا مواقف سياسية مشتركة مع الجزائر والإيران. وإيران والجزائر ترى أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعتقد وتؤمن بأن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. أنا أقدر المواقف التي اتخذها أخي العزيز الرئيس الجزائري والجزائر الصديقة والشقيقة بحق الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. المفاوضات التي جرت بيننا تطرقنا من خلالها إلى توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية للجانب. إلى هنا تنتهي نشرتنا، دمتم بخير.